أدى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه هذا اليوم صلاة العصر في مسجد قصر الاسخير وادى الصلاه بمعيه جلالته اصحاب السمو والانجال الكرام وعدد من كبار افراد العائله المالكه الكريمه وعدد من اصحاب الفضيله علماء الدين وذلك تزامنا مع حلول ذكرى المولد النبوي الشريف وألقى فضيلة الشيخ الدكتور راشد بن محمد الهاجري رئيس مجلس الأوقاف السنية الحديث الديني في هذه المناسبة الكريمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سيدي حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى ال خليفه ملك مملكه البحرين المعظم حفظكم الله ورعاكم الحضور الكريم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم وربك يخلق ما يشاء ويختار فالله هو الخالق لجميع المخلوقات يختار من كل جنس منها اطيبه واحسنه وقد اختار سبحانه وتعالى من البشر من يحمل ويبلغ رسالته الى خلقه فقال سبحانه وتعالى الله يصطفي من الملائكه رسلا ومن الناس ان الله سميع بصير ولقد اصطفى ربنا تبارك وتعالى نبينا محمد صلى الله عليه واله وسلم كما اخبر بذلك رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم عن نفسه حين حينما قال ان الله اصطفى كنانه من ولد اسماعيل واصطفى قريشا من كنانه واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم فصلوات ربي وسلامه عليه اكرمه ربنا تبارك وتعالى بعطايا عظيمه ومزايا كريمه فقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تاخر وجعل رسالته للناس عامه كما قال تعالى وما ارسلناك الا كافه للناس بشيرا ونذيرا ولكن اكثر الناس لا يعلمون وجعل له المكانه العاليه بين الرسل والانبياء فقال صلى الله عليه وسلم عن نفسه مخبرا انا سيد ولد ادم وجعل من اعظم صفاته صلى الله عليه وسلم الرافه والرحمه فقال سبحانه وتعالى لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم أغر عليه للنبوة خاتم من الله مشهود يلوح ويشهد وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في المخم في الخمس المؤذن أشهد وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد صلى الله عليه وسلم حليم رحيم لين متواضع سخي حيي عابد متزهد نعم فقد كان صلى الله عليه وسلم رحمه للعالمين كما قال تعالى وما ارسلناك الا رحمه للعالمين ولقد اخبر نبينا صلى الله عليه وسلم عن نفسه حينما قال يا ايها الناس انما انا رحمه مهداه والرحمه في شريعتنا اساس عظيم وخلق كريم فقد قال صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم والقارئ في سيرته صلى الله عليه وسلم يجد انه كان يتعامل مع من حوله بمقتضى هذه الرحمه فقد قال صلى الله عليه وسلم اني لم ابعث لعانا وانما بعثت رحمه فقد كان صلى الله عليه وسلم رحيما مع الصغار والكبار الى حد قال فيه من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا ولقد امتد منهج النبي صلى الله عليه وسلم في رحمته الى الدرجه التي رحم فيها حتى العصاه واهل الذنوب فقد اتي يوما برجل قد اسرف على نفسه بالمعاصي والذنوب فلما اقام عليه الحد قال بعض من حضر اخزاك الله فنهره النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال لا تقول هكذا لا تعين عليه الشيطان ولكن قولوا اللهم ارحمه اللهم اغفر له بل حتى مع المخالف في المعتقد والمخالف في الدين تتجلى رحمته صلى الله عليه وسلم فقد قال من قتل نفسا معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاما وحذر من ظلم الكافر فقال عليه الصلاة والسلام اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافراً فانه ليس دونها حجاب ختاما ان هدي النبي صلى الله عليه وسلم رحمه دعوته رحمه سيرته في اهله رحمه وجميع اوامره ونواهيه رحمه وصدق الله القائل وما ارسلناك الا رحمه للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وازواجه وذريته وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الائمه المهديين والصحابه اجمعين والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين اللهم انا نسالك ايمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في اعلى جنان الخلد اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه. اللهم بارك له في عمره وصحته وعافيته وأنجاله وأهل بيته. اللهم وفقه وولي أهله الأمين، وانصر بهما دينك وكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم يا ربنا احفظ جيشنا ورجال أمننا وحرسنا المرابطين على جميع الثغور، اللهم كن لهم معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا، اللهم وتقبل من مات منهم عندك شهيدا، داوي جريحهم وشافي مريضهم برحمتك يا ارحم الراحمين، اللهم انا نسألك لنا ولهم الجنة وما قرب اليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول وعمل، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا واجمعنا بهم في اعلى جنان الخلد برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين كما رفع الحضور الى المقام السامي لجلاله الملك المعظم احر التعازي وصادق المواساه بالشهداء اثر العمل الاجرامي الغادر الذي تعرضت له قوه الواجب التابعه لقوه دفاع البحرين خلال تاديتهم للواجب الوطني السامي ضمن قوات التحالف العربيه المشاركه في عمليات عاصفه الحزم واعاده الامل المرابطه على الحدود الجنوبيه للمملكه العربيه السعوديه الشقيقه دعين الله جل جلاله ان يتغمدهم برحمته ورضوانه كما رفعوا الى جلالته حفظه الله ورعاه اسماء ايات التهاني والتبريكات بذكرى المولد النبوي الشريف راجين الله جل وعلا ان يعيد هذه المناسبه العطره على جلالته بدوام الصحه والسعاده وطول العمر وعلى المملكه وشعبها الوفي بمزيد من الخير والنماء والتقدم. وبهذه المناسبه المباركه هنأ حضره صاحب الجلاله حفظه الله ورعاه الجميع بمولد الرسول الاعظم صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. سائلا الباري عز وجل بأن يعيدها هذه المناسبة الكريمة على وطننا العزيز وشعب البحرين الكريم وكافة بلاد المسلمين والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات وعلى البشرية جمعاء بالأمن والسلام وقد بادلهم جلالته التهانية بهذه المناسبة العطرة لسيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم وقال جلالته: إن ذكرى ميلاد النبي الأكرم فرصة عظيمة تجدد صلتنا وارتباطنا وعلاقتنا بنبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبسيرته العطرة المباركة مؤكدا حفظه الله ورعاه ان القيم الاسلاميه الرفيعه تتجلى بحلول هذه المناسبه حيث يستذكر المسلمون السيره النبويه العطره والتي يقتدون بتعاليمها السامحه في سائر احوالهم وتعاملاتهم ويرسخون من خلالها قيم الاخاء والتعايش والتسامح والمحبه والسلام مع الجميع. حيث ارست سيرته صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم دعائم بناء الانسان وشهدت حضاره العرب والمسلمين اعلى درجات التقدم بفضل اعتزاز ابنائها بدين الاسلام وتمسكهم بكتاب الله تعالى وسنه رسوله الكريم كما اكد جلالته ان البحرين كانت وستظل موطنا حاضنا للتعدديه ومركزا للتلاقي الثقافي والتعايش الديني والانساني حيث اكسب ذلك هذه الارض الطيبه العيش المشترك والاخاء والموده التي تميز بها اهل البحرين على مر التاريخ وتمسكهم بالقيم الانسانيه القائمه على احترام كافه الشعوب والاديان والنابعه من جوهر شريعتنا الاسلاميه السمحاء ضارعا جلالته إلى الله تبارك وتعالى أن يحفظ البحرين ويديم على أهلها عزهم ومحبتهم وتكاتفهم ويرحم شهداءنا الأبرار ويسكنهم فسيح جناته وقد تشرف فضيلة الدكتور الشيخ راشد بن محمد الهاجري رئيس مجلس الأوقاف السنية بإهداء جلالة الملك المعظم كتابا من تأليفه بعنوان جوامع ومساجد مملكة البحرين التي شيدت في العهد الزاهر لجلالته رعاه الله وقد اثنى جلاله الملك المعظم على هذا الاصدار القيم منوها بجهود فضيله الشيخ راشد بن محمد الهاجري باعداد هذا الكتاب وبجهوده النبيله والطيبه في خدمه ورعايه شؤون بيوت الله ودور العباده الجدير بالذكر ان هذا الكتاب يتناول جوامع ومساجد البحرين التي شيدت في عهد جلالته والتي تشكل منارات ثقافيه وحضاريه وتعكس الصوره المشرفه لمملكه البحرين وان المملكه تولي عنايه كبيره واهتماما خاصا ببناء المساجد والجوامع وتطويرها لتؤدي رسالتها الساميه العظيمه.